هل تعتقد أن هشاشة العظام تصيب فقط كبار السن؟ الحقيقة هي أن العناية بصحة العظام يجب أن تبدأ منذ الطفولة، لأن بناء العظام القوية في السنوات المبكرة يقلل من خطر الإصابة بالهشاشة في المستقبل. تأكد من تناول أطعمة غنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والمكسرات والخضروات الخضراء، ولا تنسى أهمية التعرض للشمس بشكل معتدل للحصول على فيتامين د الضروري لصحة العظام. الفارابي لحلول الرعاية الصحية هنا لمساعدتك في فهم كيفية الحفاظ على عظامك قوية وصحية. التوعية والوقاية هما المفتاح لصحة أفضل وبدون هشاشة.